السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا مجموعة في الدنيا؟ النهارده رجعنا يا جماعة مع بعض بفستان سواريه كروازيه كب بشكل سهل وبسيط قوي، واول مرة نعمله على القناة. هنعمله مقاس ميديم 40 بشكل جميل قوي. اول حاجة خالص هنبدأ نرسمها هي البنطلون الفستان، واهم من كل حاجة اللايك الجميل والتعليق الاجمل. الاشتراك ده قرارك انت. يلا بينا واحدة واحدة نبدأ مع بعضينا ونبدأ نرسم بطرون الفستان بشكل سهل وبسيط قوي. اول حاجة هنحطها ربع دوران الصدر معانا كده، هقولك طبعا المقاسات بعد كده. ربع دوران الصدر معايا 23، وبعدين هنبدأ ننزل بطول الظهر. طول الظهر معايا قد ايه بالظبط؟ 40.5. طول الظهر معايا بالظبط 40.5. هبدأ انزل كده 40.5 من هنا بالشكل ده، وبعدين هقفل المستطيل بتاعي ده كده، وبعدين هبدأ اقسم 40.5 دول على نصين. تمام، ادي اهو كده، هنا 20 وهنا 20.5. تمام، هنحط دوران الصدر في مكانه الطبيعي في الخط نقطة اللي احنا عملناها، وبعدين هنبدأ واحدة واحدة ان احنا نعمل حردة الرقبة الامامية، وبعدين هنحط عرضها من هنا. هقول لك برضك الطول والعرض. الطول والعرض بالظبط معايا 7.5. هبدأ اعمل حردة الرقبة بالشكل ده بالطريقة دي، وبعدين هاجي من هنا وانزل حوالي 3 سنتي بالظبط علشان نعمل ميلان الكتف بتاعنا، وهنبدأ نعمل خط بدون مقاس، وبعدين هنحط طول الكتف معانا كده. طول الكتف معايا قد ايه بالظبط؟ 12.5. هنزل من طول الكتف بتاعي على دوران الستر كده، وهبدأ ارتفع 6 سنتي، واخش هنا 1 سنتي، وابدأ اعمل كده. طبعا المرة دي احنا بنعمل البطرون نفسه بتاع الفستان بشكل مختلف. ايه الشكل المختلف؟ ان احنا بنعمله اتجاه المفتوح مش المقفول. تمام، عشان ده معنى هنعمل كروازيه. وبعدين هنبدأ نقسم الوسط بتاعنا. الوسط معايا قد ايه بالظبط؟ الوسط معايا ربع الوسط 18، وهنبدأ نوصل دوران الوسط مع دوران الستر بالشكل ده. عملنا البطرون بتاع الفستان. ناقص بقى نعمل التعديلات بتاعته. اول تعديل معايا هو ان احنا نعمل القب. القب هنعمله منين؟ هنعمله من النقطة اللي احنا خرجنا منها دي، وهنبدأ ان احنا نعمل اول خط كده، وبعد الخط هنروح جايين بحردة الجيرو ونعمل بالشكل ده. طبعا الكروازيه طبيعة كان بيبدأ من حردة الرقبة الامامية، لا المرة دي هنطلع 10 سنتي بتوع الكروازيه وهنطلعه من القب بتاعنا. اصبح معايا قب هنا وكروازيه بشكل سهل وبسيط قوي. طبعا لحد دلوقتي التفصيله لسه برضك ما جهزتش. هتجهز امتى؟ هنبدا بس الاول نقص كده الشكل البسيط ده كده، نركن الجزئيه دي اكيد هنحتاجها، وهنبدا واحده واحده كده، وهناخد القب بتاعنا بنفس الزوايا بتاعته. اهي شايفه ازاي الموضوع سهل وبسيط قوي اهو. طبعا اهم حاجه بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك، ده قرارك طبعا. بصوا هنبدا واحده واحده كده من هنا، وادي شكل الكروازيه لو جيت مثلا عملته كده او كده ايا كان. طيب دلوقتي الكروازيه الموجود معانا او الفستان الموجود معانا بيقول ان الكروازيه ده فيه كسرات، فمعنى كده ان احنا هندي مسافه الكسرات. فانا عايزه بطرون واحد بس من الاثنين عشان احط فيه الكسرات ونشتغل على اساسه. اول كسره طبعا هتبقى هنا كده، تاني كسره هتبقى كده، تالت كسره هتبقى كده، رابع كسرة بقى ممكن تبقى عند حردة الجيرو، ممكن نعملها ممكن لا. تمام، بس انا هعمل لك التلاتة الاولانيين وانتي ديت اختيارية.
هنبدأ أول حاجة خالص إن احنا نفتح الخطوط اللي احنا عملناها دي بالشكل ده. ادي الرقم واحد مثلا، هنرقمهم عشان نبقى عارفين الأرقام. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. لا احنا مش عايزين الرابعة، احنا قلنا هنعمل التلاتة بس. تمام، ادي القطعة التانية. وادي القطعة التالتة بالشكل ده. اصبح عندي دي الاجزاء بتاعتي، اصبحت عندي دي الاجزاء بتاعتي. ناقص بقى ان احنا نجيب القماش ونتنيه على اتنين عشان نحط عليه البطرون ده، ويطلع لي الامام كامل، الكروازيه الناحيتين امام كامل. طبعا الخلف مش هيطلع لي كامل لان انا مش بعمل خلف، انا لحد دلوقتي ده امام. ادي القماش بتاعي اهو، هبدأ ان انا اجيب الدبابيس بقى واستعين بيها، مش الدباسة، الدبابيس. الدبابيس هنبدأ اول حاجة خالص هنعملها ان احنا ندبس الاطراف بتاعة القماش عشان يطلع لي مظبوط كده. وادي الطرف التاني برضك، وبعدين هبدأ اركن ده كده على جنب، وهبدأ اجيب القطعة الاولى معايا وهحطها كده، والقطعة التانية اجيبها. بصوا بقى نفس الخط اهو، ما نبعدش عنه، هحاول ان انا اجيبهم مع بعض واسيب المسافة نفس الطول نفس كل حاجة، المسافة بتاعت الكسرة اللي هنركبها في النص اهي كده كده. تمام، وبعدين هنحط اتنين جنبها برضو بالشكل ده. وبعدين هنحط التالتة او اللي هي رقم واحد كده، بس كده لحد كده كل الكسرات بتاعتي هتطلع لي طبعا بنفس الشكل ونفس الوضع، بس طبعا لازم ان انا اعمل تحديد على القماش قبل ما اقصه بالمارك طبعا على القماش. يعني يا مريم المارك ده، المارك ده هو اللي انا هوريهولك دلوقتي حالا لحظة واحدة، هو ده المارك يا جماعة بنحدد بيه على القماش طبعا بشكل سهل وبسيط اوي زي ما انت شايفة كده. وطبعا بصوا يا جماعة دلوقتي طبعا هنبدأ ان احنا نحدد بقلم الفلماستر. تمام، على القماش بتاعي واحدة واحدة بقى كده، هنبدأ نحدد من اول هنا لحد هناك كده بالطريقة دي. هنا طبعا مفيش تحديد، هنا احنا عايزينها مقفولة او مفتوحة عادي، بس كده كده هفتحها بعد كده، بس انا هسيبها زي ما هي حاليا هسيبها. وبعدين هبدأ كده، وبعدين هاخد نفس الكب بتاعي. الكب بتاعي بيتكلم كده اهو، بصوا كب، كب جاي معايا كده اهو، وبعدين نازل حردة الجيرو بالشكل ده. تمام، طيب هبدأ بقى ان انا اقص. بالشكل سهل وبسيط اوي زي ما انت شايفة كده. وبعدين هنبدأ طبعا ان احنا نحدد مكان الكسرات. تمام، الكسرات بتاعتي موجودة فين، فلازم ان انا احدد مكانها، ما ينفعش ان انا اشيل البطرون غير لما احدد مكان الكسرات بتاعتي. هنحددها طبعا كده، هنعمل نقط يا اما مثلا بحاجة معينة بدبابيس او ان احنا نجيب اي دبابيس في مكان الكسرات عشان نبقى عارفين مكانها. تمام، هبدأ ان انا افك البطرون بسرعة قوي وهرجع لك تاني عشان نقفل واحدة من الكسرات قدامك. بصوا يا جماعة دلوقتي ادي القطعة الاولى عملتها، طبعا عملنا الكسرات فيها بشكل مميز اهو. هنا بنرفع الكسرات من ناحية الكب عشان يطلع لي نفس الصورة، ومن تحت بنخليها بنفس العرض بتاعها. تمام،
هنيجي برضك نفس الحكاية هنا، هنبدأ واحدة واحدة ان احنا نخليها تبقى رفيعة من فوق. ثانية واحدة، تبقى رفيعة من فوق، ما تبقاش ماخدة مساحة اكبر، لا هتبقى رفيعة عادية خالص اهي، ومن تحت هتاخد نفس المسافة. شايفة ازاي؟ اهي لحظة واحدة، هنركب ده بسرعة قوي. بصوا يا جماعة ادي الشكل اهو، احنا بنقفلها طبعا الكسرات لازم تبقى خفيفة قوي من فوق من عند القب، ما تبقاش كده تمام اهي. هنا طبعا هبدأ ان انا اخففها الاول، بقفل من تحت وبعدين ارجع اخفف من فوق شوية في المسافة وبرجع ان انا اخدها تاني تمام، عشان بس يطلع لي نفس القب بتاعي اهو. شايفة ازاي؟ طيب بعدين هنبدأ بقى نيجي واحدة واحدة كده ونقفل الكروازيه بالشكل ده من تحت. طبعا هنا الاجزاء دي مش هسويها، ليه بقى مش هسويها؟ لان انا هحط لها حاجة زي بالظبط الحمالات او زي الكتف معايا. هنبدأ واحدة واحدة ان احنا نعملها كده، لحظة واحدة اهي، تبقى عريضة شوية دي الاولى ودي التانية، ادي الاولى اهي، هتبقى في نفس العرض بتاعها يا جماعة وشكلها سهل وبسيط قوي. وطبعا هنا نفس الحكاية اهي، نفس العرض بتاعها برضو. شايفة ازاي؟ هبدأ بعد كده ان انا افرد بالشكل ده، وطبعا الكم لما بنيجي نركبه هيتركب بنفس الطريقه. هبدا ان انا اعمل جيبه بكسرات، وهرجع ان انا اوريك الشكل النهائي بتاع الفستان. الكسرات طبعا سهله وبسيطه قوي. بصوا يا جماعه ده الشكل النهائي للفستان، اتعمل بصوره سهله وبسيطه قوي. يا رب تكون الفكره سهله وبسيطه وعجبتك، اهم حاجه بس انك تتفرجي من الاول لحد الاخر، واللايك الجميل والتعليق الاكبر والاشتراك في القناه، ده قرارك انت طبعا. كل سنه وانتم طيبين يا اكبر جمهور في الدنيا. في امان الله، مع تحيات تعليم خياطه مع مريم احمد. يا رب تكون تفصيله سهله وبسيطه وعجبتك.